جاءت أعرابية إلى قيس بن سعد وهو من كبار صحابة أمير المؤمنين عليه السلام، فقالت له: أشكو إليك قلة الفئران في بيتي. فما كان من ذلك الوالي إلا أن ملأ بيتها طعاما وكساء. ولا يخفى على فهمنا أن تلك الشاكية لم ترد أن تملأ بيتها فئرانا، وإنما أرادت أن تشكو للوالي شدة فقرها، حتى أن الفئران هجرت بيتها لأنها لا تجد ما تقتات به. وقد فطن الوالي لمرادها من عبارتها تلك، ففعل ما فعل لمعرفته أنه يلزم من قلة الفئران في بيت تلك الإعرابية الشاكية فقرها وحاجتها.